السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات السي سي ان اي. في الحلقة بتاعت النهاردة هنكمل التشابتر بتاع الكواليتي اوف سيرفيس، وهندخل على التكنيك اللي بعد الكواليفيكيشن والماركينج اللي هو اسمه الكيوينج. ايه هو الكيوينج؟ انا الفكرة ببساطة، وقت ما بيبقى فيه زحمة انا محتاج ادي وقع، مثلا زحمة في الطريق، مثلا كوبري اكتوبر مقفول، فانا محتاج ادي برايورتي، ادي اهميه لعربيه الاسعاف وعربيه المطافي انها تمشي في سكه فاضيه، او انه كله يوسع لها، هي دي دلوقتي حالا اللي ليها الاهميه. فانا علشان اقدر اعمل كده، تخيل انت معايا، انا جيت عملت كلاسيفيكيشن وماركينج، فصنفت فيه ترافيك اللي هو الاخضر دوت مهم، والترافيك الاحمر اقل اهميه، والترافيك الازرق دوت مش مهم خالص. وجيت بعد كده وقفتهم كلهم ورا بعض في طابور، فمثلا الاحمر جه الاول، حظه انه وصل الاول، بس انا عارف ان هو اقل اهميه من الاخضر، فالاحمر جه وقف في الطابور، جه بعده الازرق وقف برضه في الطابور، جه الاخضر بقى اللي هو اهم واحد، مضطر انه يقف وراهم، ما هو هيعديهم ازاي؟ مش هيعرف يعديهم لو كلهم واقفين في حارة واحدة في الطريق. طيب، فسيسكو قالت لك ايه؟ احنا في الحالة ديت يبقى لازم نعمل كيوز، نعمل كذا طابور، ونوقف في الطوابير ديت الترافيك على حسب اهميته، ونبتدي نخرج الترافيك من كل طابور على حسب اهميته. طب ازاي؟ بص كده معايا على الرسمة دي، أنا جيت هنا عملت كلاسيفيكيشن وماركينج، أهو الترافيك اتعمل له كلاسيفيكيشن وماركينج، اتعلم بأصفر وأحمر وأزرق. هقوم أنا واخد الأصفر حطه هنا، وواخد الأحمر حطه هنا، وواخد الأزرق حطه هنا. وبعدين في بقى جزء مهم قوي في الراوتر اسمه سكيدولر. السكيدولر ده اللي هو ايه؟ اللي بيرتب أولوية خروج الترافيك. السكيدولر دوت هو المنظم بتاع الطوابير ديت، يعني هو اللي يقول ان الطابور الاصفر يفضل اول، وبعد كده الطابور الاحمر، وبعد كده الطابور الازرق، او الطابور الاصفر يطلع منه باكت والاحمر باكت والازرق باكت، او الاصفر 10 باكتس والاحمر 5 باكتس والازرق 2، وهكذا لحد ما يطلع على بره الراوتر. كل ده اللي هو ايه؟ كل دوت الانترفيس بتاع الراوتر، فبيحصل جواه كلاسيفيكيشن، وبيحصل كيوينج، والسكيدولر. تمام كده؟ طيب ايه بقى انواع الكيوز اللي هي انواع السكيدولر، او السكيدولر دوت بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بكذا طريقه. في طريقة اسمها راوند روبن. الراوند روبن، عارفين العصفور الطنان اللي هو بيقعد يمد من قرف وردة ياخد شوية، ويمد من قرف وردة التانية ياخد شوية، وهكذا. الراوند روبن ان انا ممكن اخد ايه؟ باكت باكت باكت، وبعد كده باكت باكت باكت، وباكت باكت باكت، وهكذا. طيب ايه تاني الانواع؟ الراوند روبن دوت ممكن يبقى ويتد راوند روبن، يعني ايه؟ اخد بنسب، يعني هاخد مثلا باكتين من هنا، وبعد كده ثلاثة من هنا، وخمسة من هنا، وبعد كده اتنين تلاتة خمسة، اتنين تلاتة خمسة، وهكذا. خلي بالك انت اللي بتحدد انهي ترافيك يدخل في انهي كيو. طيب، وفي بقى انواع متقدمة من الراوند روبن، حاجة اسمها كلاس بيزد ويتد فير كيو. طبعا في كورس كواليتي اوف سيرفيس بقى انت بتدخل في تفاصيل التفاصيل القصه ديت، ويتد كلاس بيزد ويتد فير كيو ده بيبقى عباره عن ايه؟ انك انت بتعمل، بتاخد نسب من كل نسب، بتدي نسب في الباندويتس لكل كيو، فبتقول الكيو دوت على الاقل ياخد 20% من الباندويتس، ودوت على الاقل 30%، ودوت على الاقل 50%. طب ليه على الاقل؟ لان ممكن ياخد اكتر لو الباند ويدث متاحه. بمعنى افترض ان الكيول الاثنين دوت ما جاش فيه اي باكتس خالص حاليا، يبقى ال 30% بتوعه فاضيين،
فيقدر يتوزعوا على ده ودوت على حسب اللي محتاجهم، ولكن على الأقل ده ياخد 20% وده ياخد 50%. طيب لو في ترافيك في Q2 يبقى ياخد ال 30% بتوعه على الأقل. تمام كده؟ تمام. طيب هنا بقى ظهرت عندنا مشكلة، إيه هي؟ لو أنا عملت القصة ديت في كيو في فويس، كده الفويس هيستنى دوره. بمعنى لو أنا اديت الفويس 50% وداتا 1 10% وداتا 2 15% والديفولت 25%، الديفولت اللي هو أي حاجة ما عدا التلاتة دولت، أنا خلاص الفويس خلص ال 50% بتوعه. طيب أو كان إيه اللي حصل الأسوأ بقى؟ الفويس ما خلصش ال 50% ولا حاجة، ولكن الترافيك بتاعته جت متأخرة. يعني هنمسك كده في خلال ثانية واحدة، المفروض ان الفويس ياخد 50% من الباندويتس. هي الباندويتس عبارة عن ايه؟ عبارة مثلا عن 1 ميجا بت بير سكند. همسك بقى الثانية دي تقسمها، يبقى المفروض في ميجا تطلع في كل ثانية. لو الفويس هياخد 50% من الميجا، يعني الفويس هياخد نص ميجا كل ثانية. طيب جه شوية باكتس فويس خدت 5 أو ربع ميجا وخلص الكيو فضي، هاجي بقى هيبتدي ينزل يشتغل على داتا 1 وداتا 2 والديفولت. في وسط ما هو بيشتغل على داتا 2 جت باكتس فويس وقفت هنا في الطابور بتاعها، يبقى هي هتستنى لما الثانية تخلص وارجع لها تاني، او لما خلص الكيوز ديت. طيب ما هو في الحالة دي كده الفويس عانى من ديلي، وخلي بالك ان الفويس الديلي بتاعه ما ينفعش يزيد عن 150 ملي سكند، مفيش حاجة اسمها أسيبه للثانية الجاية. تمام؟ فيبقى الحلو قوي موضوع الكلاس بيزد ويتد فير كيو، إن أنا أوزع جزء من الباندويتس على كل كيو، ولكن مش شغال حلو للفويس. فقال لك طيب الفويس هنعمل إيه؟ هنحطه في كيو ونسميه لو ليتنسي كيو أو برايورتي كيو. لو ليتنسي كيو أو برايورتي كيو. وفي الحالة ديت هنعمل ايه؟ هديله، مش هديله بقى باندويتس معينة، لا انا هقول له ايه؟ الفويس يا جماعة ليه الاولوية القصوى. بمعنى اي طابور فيه باكتس والسكيدولر شغال عليه، اول ما تيجي باكت جديدة في الفويس كيو، السكيدولر يخلص الباكت اللي في ايده ويسيب الكيو ويطلع لي البرايورتي كيو يطلع اللي فيه. تمام كده؟ يطلع الباكتس اللي فيه يفضيها. طيب ده هيعمل لي مشكلة تانية. ايه هي؟ تخيل كده ان جه ترافيك في الفويس كبير جدا، معنى كده ان ممكن الثانية كاملة افضل اطلع في الفويس وبقيه الترافيك يحصل له ستارفيشن، مجاعه، ما يطلعش خالص. فسيسكو قالت لك طيب يعني في الحاله ديت هنعمل ايه بقى؟ اللو ليتنسي كيو دوت هعمل له حاجه اسمها بوليسنج، ودي هناخدها يعني نيكست سيكشن. ايه البوليسنج دوت؟ ان انا احدد له الماكسيمم باندويتس بتاعته. يعني اقول ايه؟ الفويس يا جماعة ليه الأولوية القصوى، ولكن بحد أقصى 20% من الباندويتس. لو عدى 20% من الباندويتس يقف ويبتدي الثانية اللي بعدها. طيب وبقية الكيوز أخليها شغالة بالمينيمم باندويتس. يعني الفويس لأنه هو ليه الأولوية المطلقة فمحتاج أحط له ليميت، ليميت اعلى قصوى او اقصى. بقيه الكيوز ياخدوا كل واحد نسبه المينيمم باندويتس بتاعته، فيبقى ليه نسبه اقل او اللي هي اقل باندويتس ينفع ياخده. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى الملخص ايه بقى الكلام دوت؟ استخدم الراوند روبن كيوينج زي الكلاس بيزد ويتد فير كيو لكل الكلاسز بتاعت الداتا والنون انتر اكتف فويس اند فيديو.
لو انت عندك الباندويتس اصلا قليله، استخدم ادي الحاجات البيزنس كريتيكال ابلكيشنز اللي هي الابلكيشنز اللي مهمه للبيزنس، اديها جرانتيد باندويتس اكتر، يعني اديها باندويتس اكتر. يوز برايورتي كيو اللي هو اللو ليتنس كيو للانتر اكتف فويس اند فيديو، تمام كده، علشان تتاكد ان هما هيتحقق لهم اللور او اللو ديلي واللو جيتر واللو باكيت لوس. بوت فويس ان سيبريت كيو فروم فيديو، يعني هتعمل اتنين برايورتي كيو فويس وفيديو، وحط لكل واحد منهم ماكسيمم باندويتس. ديفاين انف باندويتس فور ايتش برايورتي كيو so that built-in policer shouldn't discard any back. يعني الفويس كده حاول تعمل استيميشن، والله انا محتاج 20% للفويس و 30% للفيديو، وبقيه ال 50% اوزعهم كلاس بيسد ويدت فير كيو على بقيه الابلكيشنز، تمام. طيب ده طبعا في حاله ايه؟ في حاله ان الفويس والفيديو مهمين ليك اكتر من ابلكيشنز ثانيه. طيب لو انا الفويس والفيديو مش مهمين ليا وفي ابلكيشن هو اللي مهم ليا جدا، حطه هو في البريورتي كيو. ماشي، هنيجي بعد كده على تالت تول او تالت اداه بقدر استخدمها في الكواليتي اوف سيرفيس اللي هي بوليسنج والشيبنج، واللي احنا بنسميهم ان جنرال ريت ليميت. دولت بقدر احدد بيهم الريت ليميت او سرعه الداتا لاي نوع ترافيك. يعني اقص من فوق كده، لو ترافيك زاد عن حد معين اقصه. طيب الاثنين ايه الفرق بين الشيبنج والبوليسنج؟ الاثنين بيراقبوا البيت ريت بتاع المسجز، واول ما بتعمل لهم انيبل بيبتدي يمنعوا ان الداتا بتاعه ترافيك معين تعدي ليفل معين. يعني اقول لهم الداتا ما تعديش 1 ميجا بتاعه مثلا التورنت، ادي له 1 ميجا ماكسيمم، كل ما يجي يحاول يزيد عن 1 ميجا يقوم قصه، تمام كده. فالاثنين بيعملوا ايه؟ البوليسنج والشيبنج الاثنين بيعملوا ريت ليميت، بيليمتوا الريت بتاع سرعه بعت الداتا. طب ايه الفرق ما بينهم؟ البوليسر لو الداتا عليت عن الريت ليميت بتديسكارد الباكيتس، الشيبر لو الداتا عليت عن السرعه اللي انا متفق عليها بتبفر، بتخزن الداتا الزياده في الرامات وتبتدي تبعتها في الثانيه اللي بعدها والثانيه اللي بعدها وهكذا. فالبوليسر بياخد كده كانك انت كده جيت على تورتايه وقطعتها من فوق وكل اللي فوق ده رميته، الشيبر جيت على التورتايه وقطعتها من فوق والزياده اللي كانت فوق عندها، بحيث ان انت تبقى تستخدمها في وقت تاني. طيب يبقى احنا زي ما قلنا الشيبر والبوليسر الاثنين بيعملوا مونيتور للترافيك وما يخلوهوش يعدي ليميت معين. طيب بيشتغلوا بقى ازاي؟ اول حاجه بيسال نفسه does this next packet push the measured rate past the configured shaping rate or releasing rate. يعني الباكت اللي جايه دي دلوقتي لنوع الترافيك المعين ده هتعدي الليميت، هتخلي الليميت بير سكند يعدي ولا لا؟ لو لا خلي الباكت تعدي عادي. طب لو لو الشيبنج هيدلي الباكت، هياخد الزياده ديت يحطه في بفر ويبقى يبعته الثانيه اللي بعدها لما الدنيا تفضى. لو البوليسنج هياخد الزياده دوت يرميه في الزباله، ده اوبشن، او هيعديه بس يعمل له ماركينج ان هو مش مهم. طيب وانا كده استفدت ايه؟ ان لما علمه ان هو مش مهم حتى لو هو كان متعلم في الاول انه مهم، هعيد الماركينج واعلمه انه مش مهم، وبالتالي اي راوتر او سويتش في النص بقى في الباث كله هيتزنق انه يضرب ترافيك، ده اللي ليه اولويه انه يتعمل له دروب، تمام كده. طيب ماشي، استخدم البوليسنج امتى؟ بص كده ادي الترافيك من غير بوليسنج اهو عمال يطلع ويعلى وينزل، وادي الترافيك بالبوليسنج. بص
مقطوعة هوت، ولو أنا سمحت بحتة زي ديت تطلع أنا اللي هسمح بيها، يعني أنا اللي هقول للبوليسنج اسمح كده بحتة تطلع ولا لأ. طبعا الكونفجريشن، القصة دي يعني موال كبير قوي. طيب بستخدم إمتى البوليسنج؟ بص كده، أنا عندي لان اهوت طالع على سيرفيس بروفايدر، يعني عندي راوتر طالع على سيرفيس بروفايدر، انا واخد انترنت لاين 200 ميجا، واللان عندي 10 جيجا او 1 جيجا، يبقى انا 800 ميجا من الترافيك هيتقطعوا عند السيرفيس بروفايدر. طيب يبقى الاحسن ايه؟ هنا اولا السيرفيس بروفايدر علشان يحكم ان هم 200 ميجا بس اللي هيطلعوا لازم اعمل بوليسنج، او السيرفيس بروفايدر يعمل بوليسنج عنده. فلو انا ما عملتش بوليسنج عندي هنا، هو هيعمل بوليسنج عنده هنا. جميل كده. يبقى لو انا مش عاوز اعدي الباندويتس بتاعتي، يبقى ما ينفعش اعدي ابعت ترافيك اعلى من الباندويتس بتاعتي، او ان انا اعمل بوليسنج. هنا بيقول لك ايه؟ بوليسر كان ديسكارد اكسس ترافيك، الترافيك الزياده البوليسر هيعمله ديسكارد، بات ذي كان اولسو ريمارك باكيتس، ممكن يعيد تعليم الباكيتس. ثينك اجين اباوت وات ان سيرفيس بروفايدر داس ويز ان انجريس بوليسر، ذي ار ديسكاردينج ذير كاستمرز مسجز. لو السيرفيس بروفايدر عامل بوليسنج هيديسكارد المسجز، سو ذا سيرفيس بروفايدر مايت وونت تو ميك ا كومبرمايز that works better for its customers. ممكن بقى السيرفيس بروفايدر كده يبقى عاوز يوايم اموره مع الكاستمرز بتوعه، وفي نفس الوقت while still protecting service provider network، وفي نفس الوقت يفضل لسه بيحمي النتورك. The service provider could mark the messages with new marking value with this strategy. هو بقى الفكرة في ايه؟ هو بدل ما هيقصك عند ال 200 بالظبط، انت ممكن تدفع له فلوس زيادة ويشوف لك انا هعد لك الباكتس اللي عدد ال 200 وحاسبك عليها اخر الشهر. يعني ال 200 ديت هعديها لك، اللي فوق ال 200 هعديها لك، بس هحاسبك عليها اخر الشهر ككوتا. هقول لك والله انت عديت ده، بعت 3 جيجا فوق ال 200، ادفع لي عليهم كذا. وفي نفس الوقت هعمل لهم ريماركينج packets that exceed the policing rate but let them into the service provider network. هعلمهم لك بماركينج مختلف وهخليهم لك يعدوا. If other service provider network devices are experiencing congestion، في اختناق في اللينك بتاعتها زحمة، when they process the packet، لما يجوا يعملوا processing للباكت، the different marking means that device can discard the packet. يبقى الباكت اللي اعيد تعليمها او اعيد الماركينج بتاعها ممكن يتعمل لها ديسكارد. If no other service provider network devices are experiencing congestion، لو ما فيش حاجة تانية congestion فهي هتعدي. السمري ايه بتاع البوليسنج؟ It measures the traffic rate over time for comparison to the configured policing rate. يعني انا قلت له اقطع عند 200، هو بيفضل يمونيتور، اول ما بعنا عند ال 200 بيترجر حاجة عنده بقى، بيبتدي ياخد باله. It allows for a burst of data after a period of inactivity. يعني أنا لو ما بعتش ال 200 بتوع الثانية ديت، أقدر أخدهم الثانية الجاية. يعني باقي لي 100 ميجا من الثانية اللي فاتت، ممكن أخد 300 ميجا الثانية اللي بعدها. تمام؟ It is enabled on an interface in either direction but typically at egress. عادة البوليسنج بيتعمل على الإنجرس، وممكن كمان يتعمل على الإجرس الخروج، يعني في الاتجاه الداخل والاتجاه الخارج. It can discard excess messages but can also remark the messages. اوكي. طيب الشيبنج بقى، الشيبنج فكرته you have 1 giga link from a router للـ ISP، بس انت عندك 200 ميجا لسايت تاني. اوكي. يعني ايه؟ يعني انت هنا بص، ده الاي اس بي، انت هنا في سايت واخد 1 جيجا وفي سايت تاني واخد 200 ميجا، يبقى دوت لو بعت بال 1 جيجا هيقبل، لكن دوت يجي يرمي بال 1 جيجا لا، هياخد ال 200 ميجا بس.
The service provider has told you that it always discarding incoming traffic that exceeds the CIR. يعني السيرفيس بروفايدر بيقول لك ايه؟ خلي بالك انت لو عديت ال 200 ميجا هنا انا هدروب الترافيك. يبقى احسن لك ان انت باحترامك بقى كده تحافظ على نفسك واعمل انت شيبنج عندك وانت خارج، يعني خلي هنا الترافيك اللي رايح للسايت دوت يبقى اخره 200 ميجا. واللي رايح لاي حته تانيه عادي ياخد ال 1 جيجا. That scenario shaping before sending data to a service provider that is policing is one of the typical uses of chaper. يعني انت هنا لو انت عارف ان السيرفيس بروفايدر عامل هنا بوليسنج اعمل انت هنا بقى شيبنج وريح نفسك بحيث ان الترافيك الزياده تخزنه وتبقى تبعته في مره تانية او تبعته مثلا في الثانيه اللي بعدها بدل ما يتقص هنا ويتعمل له دروب. جميل كده. The shaper slows messages down by queuing the messages. الشيبر بقى وهو بيبفر المسجز الزياده ديت فين؟ بيحطها في كيوز برضو. يعني الكيوينج بتاعك اللي انت بتستخدمه دوت ممكن كمان يكون بيعمل شيبنج، ان هو ميزته مش بس انه بينظم الترافيك ده كمان بيأخره شويه بحيث انه ما يتعملوش ديسكارد عند السيرفيس بروفايدر. جميل؟ طيب في بقى تريكه كده صغيره بيقول لك ايه؟ أنا النهاردة المفروض مثلا عندي اللينك كلها الباندويتس بتاعتها 1 جيجا وأنا واخد باندويتس فعليا 200 ميجا. دي معناها إيه؟ إن أنا المفروض ببعت وأقدر أبعت 1 جيجا بت بير سكند، ده سرعة اللاين، لكن أنا حاجز دافع للسيرفيس بروفايدر 30 أو 200 ميجا بس. زي بالظبط ما تيجي داتا تقول لك أنت خط التليفون بتاعك ممكن يجيب 100 ميجا بس انا مشترك على 30 ميجا. يبقى كده لو انا خط التليفون بتاعي يجيب 1 جيجا وانا مشترك على 200 ميجا معنى كده ان ال 1 جيجا ديت بير سكند، يبقى انا في الثانيه الواحده هبعت ترافيك في خمس الثانيه بس وبقيه الاربع تخماس الباقيين مش هبعت فيهم ترافيك. فسيسكو هنا قالت لك ايه؟ ده هيعمل مشكله. ليه؟ لان انت لو استنيت 800 مللي سكند يبقى اي وبعت بس في 200 مللي سكند في اول الثانيه اي فويس او داتا عندك هيحصل لهم او اي فويس او فيديو هيحصل لهم كارثه. فسيسكو قالت لك انت تقدر تغير التايم سلوت دوت ازاي؟ فكر كده فيها معايا. بدل ما انا مستخدم التايم سلوت بتاعي 1 ثانيه انا هستخدمه 0.1 من الثانيه، يعني هقسمه 10. افترض مثلا ان دولت 10 وابتدي ابعت في خمس كل واحد، يعني ابعت في الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي، يعني من كل 100 مللي سكند هبعت في 20 مللي سكند. معنى كده ان انا بعت شويه في العشر الاولاني من الثانيه وبعد كده هبعت شويه في العشر الثاني. طيب لو انا خلصت لو جالي حاجه هقدر ابعتها في العشر الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، يبقى انا كده ما اخرتش الترافيك بتاعي. وده كده ملخص الشيبنج، انه بيقيس الترافيك برضو عشان يشوف انا معدي الريت ليميت ولا لا. allows for bursting after a period of inactivity. لو انا قعدت فتره ما ببعتش السيرفيس بروفايدر ممكن يسمح لي ان انا ازيد شويه. Shapers are enabled on interface for egress. يعني دايما الشيبنج على الاجرس بس. طيب ليه مش على الانجرس؟ لان انا هبفر فين؟ ما هو انجرس دوت معناه ان انا لسه ما دخلتش الانترفيس، هبفر فين؟ ما ينفعش ابفر على اللينك. تمام؟ في بعض السويتشات بتسمح بالشيبنج على الانباوند، بيبقى فيه بفر كبير على الانترفيس نفسه، بس ده مش يوجوال، يعني مش ده الطبيعي. الشيبر بيسلو داون الباكيتس وبيستخدم الكيوينج. تمام؟ نيجي على اخر تول عندنا في الكواليتي اوف سيرفيس اللي هي الكونجيشن افويدنس. فكرتها ايه؟ انا عندي الكيوينج هو كونجيشن مانجمنت. يعني ايه؟ الاختناق حصل خلاص وانا بنظم الناس في طوابير عشان اهندل الاختناق ده. طيب الكونجيشن افويدنس
ان الاختلاق لسه ما حصلش، بس انا بحاول امنعه من الاول بقدر الامكان، او احاول اخره بقدر الامكان، اتلافاه، اتجنبه. طيب فكرتها ايه؟ انا الطبيعي لو عندي طابور والطابور دوت اتملى على اخره، اي باكت هتيجي جديده هتقع. الكونجيشن افويدنس بيحاول يأخر عملية إن الطابور يتملي للآخر، وبالتالي الباكت أي باكت تيجي جديدة تلاقي لها مكان. طيب قبل ما نتكلم عن الكونجستشن افويدنس، محتاجين نتكلم عن حاجة اسمها التي سي بي ويندوينج بيزكس. لو تفتكروا إيه هي الويندو سايز في التي سي بي، ارجع تاني لحلقة التي سي بي. ذا ويندو سايز از ذا نمبر اوف ان اكنولجيد بايتس that the sender can send before the sender must simply stop and wait. فاكرين احنا كنا بنبعت كذا باكت ويجي لنا عليهم acknowledgement واحد، عدد البايتس اللي اتبعتت في الباكتس ديت هو دوت الويندو سايز. وكنت شرحت لكم ساعتها ان سيسكو بتعمل ايه، او عموما التي سي بي بيعمل ايه، بيطلع بالويندو سايز اكسبوننشال وبعد كده لينير. يعني ايه؟ اول حاجه ببعت باكتين او باكت مثلا واستنى اكنولجمنت، وصلت اقوم باعت 3، وصلت اقوم باعت 7، وصلت اقوم باعت 10، وصلت اقوم باعت 50، وصلت اقوم باعت 100، وبعد كده ابتدي اعلى. طيب لو في اي باكت وقعت بقوم نازل تاني بالويندو سايز، بنزل للنص. يعني لو انا اخر مره بعت 200 باكت وما جاليش عليهم اكنولجمنت، المره اللي بعدها هبعت 100، ما جاليش اكنولجمنت، المره اللي بعدها هبعت 50، لقيت في باكت لوس، المره اللي بعدها 25، وهكذا لحد ما انزل تاني للواحد. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ فكر كده فيها. لو انا ما عنديش كونجيشن خالص، فاي ترافيك بيجي بيدخل في الطوابير. طيب لو انا عندي ميديوم كونجيشن، يعني في مثلا كيو واحد بس او اتنين هما اللي فيهم كونجيشن، هعمل تيل دروب، يعني اللي هيجي في الاخر، اللي هيجي في الديل في الاخر هو اللي هيتعمل له دروب. طب لو انا عندي كونجيشن عالي قوي، هعمل دروب كتير. طيب دي بينتج عنها مشكله مهمه قوي، حاجه اسمها تي سي بي ستارفيشن. فاكر كده لما انا رسمت لك دلوقتي الجراف بتاع الويندو سايز ده، بنسميها تي سي بي سلو ستارت. تي سي بي سلو ستارت، الستارت بتاعت التي سي بي بتبقى بطيئه جدا. ليه؟ علشان ما يعملش كونجستشن في الاول. لو بعت ترافيك كتير جدا مره واحده، اللينك هيحصل لها كونجستشن. طيب اليو دي بي ما بيعملش كده، اليو دي بي بيقوم رازع الترافيك مره واحده، خبط لزق كده على طول. تمام؟ اللي بيحصل ايه بقى؟ التيل دروب دوت بيقع منه حاجات يو دي بي وحاجات تي سي بي. اي حاجه هيقع منها حاجه تي سي بي هتبتدي تبطئ الريت ليميت بتاعها، تقعد تبطئه. مين اللي هيستغل اللقطه دي؟ اليو دي بي، لان اليو دي بي بيبعت بسرعه جدا. فهتلاقي في النهايه ان الكيوز ديت التي سي بي عماله تبطئ، واليو دي بي عمال يرزع في ترافيك يرزع في ترافيك، فتلاقي التي سي بي حصل له ستارفيشن، مجاعه، ان هو مش عارف يبعت ترافيك نتيجه ان اليو دي بي ملى كل الكيوز. طيب حلها ايه؟ اوكي، ان انا بديسكارد سم باكيتس ناو ان هوبس ذات ذا ديفايس ديسكاردز فار فيور ان ذا لونج تيرم. يعني ايه؟ انا دلوقتي قبل ما الكيوز ديت تتملي، قبل ما الكيوز ديت تتملي، انا لقيتها قربت تتملي، هحط كده زي ثري شولد. مثلا هنفترض ان الكيو دوت بياخد 100 باكت، هقول عند ال 30 وعند ال 80. لو عدد الباكتس اقل من ال 30، جميل، مش هضرب حاجه خالص. طيب عدد الباكتس ما بين ال 30 وال 80، هبتدي اعمل راندوم دروب. راندوم دروب يعني ايه؟ راندوم دروب يعني هاخد من كل 10 باكتس هنا جوه الكيو. يعني مثلا اول ما الكيو تبتدي 31 وبعد كده 32 لحد ال 80، هقوم واخد من كل 10 باكتس
اتنين باكتس راندم كده اعمل لهم دروب، تمام كده راندم عشوائي هعمل لهم دروب، وفوق التمانين هبتدي اعمل تيل دروب، او اخلي مثلا الثري شولد التاني دوت 100 براحتي. يبقى ما بين التلاتين والمية هعمل راندم دروب، هعمل راندم دروب. طيب وكمان ايه ميزة الراندم دروب ده؟ اولا ان كل ما يبتدي يتميل شوية، كل ما 10 باكتس يجوا لي وموقع منهم اتنين، الاتنين دولت هيبقوا راندم، تي سي بي بقى على يو دي بي على تي سي بي ابلكيشنز مختلفة، فمش هيدمر الويندو سايز بتاعهم قوي. تاني حاجة اقدر اختار ايه انواع الابلكيشنز اللي اعمل لها راندم دروب، وايه انواع الابلكيشنز اللي ما اعملهاش راندم دروب، فيبقى انا كده تحكمت ان انا اوقع الداتا وما اوقعش الفويس، بدل ما يحصل تيل دروب كله هيتقص مرة واحدة لو البفر بتاع الانترفيس اتملى للاخر. تمام كده؟ طيب يبقى احنا قلنا عندنا ايه في الكيو؟ والله لو الكيو هنا مثلا 30 وهنا 90 مثلا والكيو اخره 100 براحتي، بقول ان تحت ال 30 ما تعملش دروبس خالص، من ال 30 لل 90 اعمل راندوم دروب، فوق ال 90 اعمل فول دروب. ممكن اخلي الثري شولد دوت هو اخر الكيو، وممكن ما اخليهوش اخر الكيو عشان ما يحصلليش مشكله في الميموري. تمام كده؟ طيب كده احنا الحمد لله خلصنا الكواليتي اوف سيرفيس، هو ما عليهوش لاب. ان شاء الله الحلقه الجايه هناخد اسئله الكواليتي اوف سيرفيس. شكرا جدا ليكم، سلام.